السلام عليكم جوار، جيب لكم خبر الأسرف حكيمي ومهم، بحيث أن كونتي له واحد سطوري عبر فيها العديد من الأشياء وعطى واحد رسالة خفية. وأيضا أسرف حكيمي إدارة ديال الانتر وضعات الرقم اللي باغا بشحال غادي يبيعوا. المهم تبارك الله في الاخر، حيت المهم ديال البصه حدد نادي انتر ميلانو ثمنا للموافقه على رحيل الظهير المغربي اسرف حكيمي خلال ماركاتو الصيفي المقبل، بحيث زعم تقارير عده ان باريس سان جيرمان يرغب بقوه في التعاقد مع حكيمي خلال الصيف. وفقا صحيفه الايطاليه الغنيه عن التعريف لا غازيتا ديلو سبور الايطالية، فان الجسارات جاريه بين الناديين في الساعات الاخيره، واكدت ان الطرفين يناقشان ابرام صفقه محتمله تتراوح قيمتها من 50 الى 60 مليون يورو، يعني 50 الى 60 مليار مغربيه. واوضحت الصحيفه ان انتر ميلان يستعد الحصول على الاموال تتراوح ما بين 90 مليار و100 مليار باش يتخلصوا من هاد الازمه، واللاعبين اللي باغين يتخلصوا منه باش الله يرجعوا الاقتصاد كما كان. بحيث كما عارفين اسرف حكيمي من اهم توابيت ديال انتر ميلانو، لكن ملي مشى كونتي هادشي غادي يخليه توا غادر. بحيث انطوني كونتي له واحد ستوري في الانستغرام ديالو فارسه الخفيه بالعربيه، الخيل معايا انطوني كونتي ايطالي، يبدو ان حكيمي هو الضحيه القادمه ديال اسرف حكيمي هو انطوني كونتي كما كتشوف التصويره. بحيث انه من الاخر توا عارف باللي اسرف حكيمي توا ما غاديش يبقى، وبالتالي العديد من اللاعبين النجوم ديالهم هذا العام ديال تالقوا وفازوا بكره الطوب بعد غياب 10 سنوات غادي يخلصوا منهم للاسف. اش بان لكم الخوت؟ بالنسبه لي انا اسرف حكيمي لباريس سان جيرمان راه ماشي الفرقه اللي واعره، راه فيها غير النجوم بدون فائده بالنسبه لي الخوت. هذا الراي ديالي الخاص. اش بان لكم الخوت؟ واش بغاو يمشي للبي اس جي او يبقى في الانتر الفريق العريق في الدوري الايطالي؟ هذا ما كان تمنعكم بلان. كان معكم الاخضر مروان، تهلاو لي فراسكم.